مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من أكلات مجدة. رمضان كان مبروك إن شاء الله. اليوم عندي الحلو دبلة سريعة، وعندي طبق الحار أو المالح، لأن هي طبعا فيها مجموعة أنواع فلفل حار وتشيلي، فهي حارة، اللي هي السمبوسك الهندية. حنعجنوا أول حاجة الدبلة وبعدين نجو للسمبوسك. بالنسبة للدبلة فيها كوبايتين دقيق، وفيها ملعقتين كبار نشا، وفيها سكر فانيليا، وفيها بيكنج بودر وخميرة، وفيها بيضة، وتقريبا كشيك واحد أو كشيك ونص زيت، ومية ما يعجنها. هذه بالنسبة عندي للدبلة، حنبدأ بيها وبعدين نجو للسمبوسك. معروف الأكل الهندي إنه هو حار هيك مشطشط، عشان كدرنا معاه دبلة معسلة. والدبلة هذه مش نفس فكرة الدبلة اللي نحن نعرفوها من قبل، دبلة يعني مختلفة. عندي هنا هي النشا كشيكين كبار، النشا يخليها كأنها مورقة. بسم الله. وفيها أنا عندي الفانيليا عشان الدحية، وفي عندي الخميرة، وعندي كشيك صغير بيكنج باودر. حركن شوية هيك بعدين نحط الدحية. الدحية متاعتي لأنها كبيرة شوية، فحنشوف السوائل اللي هو المية كيف حيصير فيها. قلنا هنا عندي كشيك واحد بس زيت. سهلة وسريعة ما تاخدش وقت. حنجي نحطها في الخلاط أو في العجانة، وزي كل مرة نضربه شوية مع الدحي مش يمتزج، وبعدين نحطه للمية. أنا هيك ولا هيك؟ أنا هيك تمام. هنخليها أنا طبعا تخمر، هي هذه هي قوامها. هذه القوام تاعها تشوفوا فيها ماسكة. هنخليها شوية هنا تخمر لعند ما نحكو على السمبوسك ونعجنوها حتى هي سهلة. طبعا السمبوسك الحشوة بتاعتها، السمبوسك الهندية الحشوة بتاعتها بطاطا مسلوقة، انها انا سلقتها حطيت لها شوية معدنوس وكسبر، وقرصت لها بصل وفلفل حار زي ما قلت لكم، هي تاخذ في الحار. هذه الحشوة بتاعي، وحتى هي سهلة سمبوسك لانها تنقلها قلي، فسريعة يعني ما تاخذش وقت. وحنقدمها طبعا مع صوص الشتني، هما في المطاعم يديروا فيه تون نحكي لكم عليه بعدين. خلينا ندير لكم بس الخلطة هذه الأول. طبعا حنحط البهارات، فيها بهارات هندية، هن الجرام مسالة بهارات هندية. بصراحة أنا ما نعرفش من إيش يتكون، بس يعني حلوات نكهتهن حلوة وحارة. في عندي هنا الكمون، الهنود غالي عليهم التوم والكمون، وفي عندي فلفل أكحل زي ما قلت لكم هي حارة. في عندي هنا زنجبيل، يحبوا الزنجبيل واجد. وتوا نحط لها ثوم، حطوا كتر شوية ثوم، ونحركوها بشوية زيت زيتون مش يعني تتحرك معايا. تمام هيك كويس. شوية ملح، هذه بالنسبة للحشوة. وهي الحاجة الحلوة فيها إنها ما تبيش ولا تخمير ولا حتى حاجة، يعني سهلة. هنحاول معدات من هنا من حدايا، خلي هذا. بالنسبة للعجينة بتاعتي، هذه للتقديم. العجينة بتاعتي كوبايتين ونص دقيق، هناخد شوية ملح العجينة
ما فيهاش راهو ولا خميرة ولا بيكنج بودر ولا حتى حاجة، لأن فيها زبدة، فيها 4 كواشيك زبدة وفيها كاشيكين نشا، فخلاص يعني النشا والزبدة، الزبدة معروفة ترفع المعجنات. هناخذ هنا 4 معالق زبدة. مشكلة الزبدة هذه متاعتي تفصل لما يعني مش زبدة حيوانية فتفصل على طول. هو أنتوا تقدروا تستخدموا يا زبدة يا زيت، أنا باش ما تخرب ليش العجينة هنحط معاها زيت أحسن. 4 كواشيك يا إما زبدة يا إما زيت. تمام. مشكلة الزبدة لما تفصل المية على الدهان متاعها هتخرب العجينة، مش هتعطي يعني القوام المطلوب. طبعا فيها كوب مية، بس خليني أحرك هذا شوية هيك. زي ما قلت لكم أنا هنشتغل بيها دغري، هنوطي الزيت بتاعي نزيده. وناخذ المية ونبدأ نعجن. هنحط هذه حدايا مش نخدم عليها، طبعا هنستحق الايدي في العجن. عجينتها رطبة شوية، زي ما قلت لكم لأن هي بتنقلة فهتخش للنار على طول تمسك. حاليا اصبح في مطاعم هنديه في ليبيا، العالم كله توا انفتح على بعضها وقعد في اكلات مختلفه. هي طبعا هيك توا تشوفوا فيها تلصق، لكن توا لما نقعد نعجن فيها هنغيرها، نحطها هنا هنعجنها بسرعه. ما تستحقش حتى مثلا فورما ولا، نعجنوها عجنه كويسه. شفتوها كيف رطبه؟ هي لانها ما فيهاش حتى حاجه تبدا شويه تنقطع معاكم العجينه، بس بعدها حترد تلم. هناخد انا شويه هيك صغيره، هنخلي هذه تريح. افتحها شويه نساعد روحي بالزرابه باش نقعد سريعه. ناخذ نحط الحشوه متاعتي. حاول من حدايا الحاجات هذين مش تشوفوا. كبرتها شوية، خلوني ننقصها وبعدين نرد أخرى هيك. نبيها تجي صغيرة، أنا ما نبيهاش كبيرة واجد بحيث أنها تكون ملمومة. حتقدر تديرها زي الفقاعات كي لما تنقلها. مش لازم تجي دائرة عادي، لاني انا اللي بنسكرها. شوفوا التسكيره متاعها كيف، بعدين نلمها اخرى من هنا. شوفوا شكلها حلو، لكن لازم الزيت يكون ساخن شويه باش ايش، باش ما يتعبنيش. هيك
كيجات حلوة كبيرة، مش لازم يعني يكون صغيرة واجد، على حسب الأذواق هذين الحاجات. لا لا كويس. شكرا. هيك الطريقه هذه. تقدروا انتم الفورمه انتم تحددوها شن تبوا انتم تديروا الفورمه اللي انتم تبوا تديروها، بس هي هيك اصلا تقريبا. حتى لحم بعجين تجيب الطريقه هذه. نتاكد من هذا بس مثلا ما سخنش عندي. احلى حاجه فيها انها سريعه، تقدروا تستخدموا العجينه وتغيروا الوصفه، ديروا فيها لحم مفروم، يعني اي حاجه انتم تحبوها. تبي زيت حامي باش على طول تنقلى، كان حطيناها في زيت بارد حتنفتح. تاكد منا يديروا له في حركه، هم الزيت باش يعرفوه طاب ولا لا، يحطوا له في شويه دقيق. لا تمام، يا تكاتك. يا حركتك يا تكاتك. حس فيه بارد لك ترى. نجرب اول وحده. لا الحمد لله الامور طيبه، امور مية مية. حلوه. أعزائي المشاهدين نطلع توا فاصل ونرد ونشوفوا كيف صار فيها، ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وسمبوسه قاعده تقلي. وديت توا الزيت نتاع الدبله السريعه. بالنسبه للدبله خمرت معايا، حناخذ نفتحها بالطريقه هذه زي ما قلت لكم، ما تحيرش حتى هي، بس تخمروها وتاخذوا تقصوها بالقطعه هذه وتقلوها على طول، وبعدين تعسلوها. يعني مثلا خلونا نقولوا مثلا نقصوها هكي وهكي مثلا، شوفوها حمي عليها الزيت على طول انتفخت. ناخدها اخرى هكي على طول ما تنتفخ، يعني كأنها دبلة. وهذا طبعا السبب من الدحي. شفتوا كيف سريعة وما تاخذش وقت؟ هذه على طول انحمرت. ما شاء الله على طول انحمرت. شفتوها؟ هذا إذا كان باين عليكم. هناخذ ننزل أخرى ونحرك السمبوسك متاعي. هذه مزات شويه هيك. خلاص السمبوسك مش حتحير. بالنسبه للدبله هنبدا نطلع فيها. ما شاء الله يعني ما خدتش وقت بكل. هناخذ الاخرى، النوعيه الاخرى هذه. واحده درتها مثلثه، واحده درتها مستطيله، واحده درتها مش عارفه شكل غريب. كيف ما انتم تحبوا الاشكال، راهو تقدروا تديروا اشكال كيف ما انتم تحبوا. شفتوا كيف انتفخت؟
وهذه حتى هي خلاص هنخلي هذه هيك هنكملها. يتعسلوها يتحطوا لها سكر ناعم تجي راهو، مش لازم يعني عسل كلها، كيف ما انتم تحبوا سكر ناعم عسل. حتى هي على قصاد المغرب تخمروها زي ما قلت لكم العجائن كلهن قبل المغرب وخلاص. وبعدين يعني ما تاخذش في القليه ما تاخذش واجد، حاجه بسيطه. السمبوسك هيك عندي تمام واطيه، نطلعها حتى هي من على الزيت بتاعها. شوفوا هذه ما شاء الله سريعه سريعه هذه، الحمد لله يحبوها راهو العيال. هذه في العشيه غاليه عليهم بالذات في الشتاء وهم يعني يقروا خاطي، حتى رمضان مش لازم رمضان تقدروا تديروها لهم وتعطوها لهم كاكاو مع كاكاو حليب بالكاكاو. خلينا نقلبها كي مشكلها. رجعتي يا مروة؟ حسيتك. بسم الله. هوب. رديت فتحت غرام جديد. رديت فتحت غرام جديد. حنكمل أنا أعزائي المشاهدين ونطلعوا فاصل، انطلقوا بعد الفاصل ونوريكم كيف قدمنا أطباقنا، ما تمشوش بعيد. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ووصفتنا اليوم كانت خطفت سريعة في سعفيسة ما شاء الله عليها، ما حيرتش قدامكم، مش تقولوا قصة ولا لا لا لا، كلها زي ما أنتم تشوفوا فيه. العجينة بتاعتي كانت سريعة وسهلة وخفيفة وتقدروا تديروا بها الحشوة اللي أنتم تحبوها. وهذه كانت السمبوسك الهندية بالحشوة بتاعتها، البطاطا والفلفل والمعدنوس والكسبر، صوص الشتني اللي هو ربطة صغيرة معدنوس ونص ربطة كسبر ونص ربطة نعناع، ومعها كوباية زبادي حينزل المقادير، ومعها ثوم وكروية وجران مسالة وفلفل أسود وملح فقط لا غير. هذه هي صوص الشتني، هذه طبعا حارة والسمبوسك تتكل معها. وهذه الدبلة بتاعتي كانت سريعة، وزي ما قلت لكم أنتوا تقدروا تعسلوا أو تحطوا سكر ناعم أو تخلوها زي ما هي هيك، ديروا لها مربى كيف ما أنتم تحبوا تاكلوها. نتمنى أنكم أنتم تجربوا الوصفتين السهلات السريعات هذينا وتقولوا لي وتكتبوا شو رأيكم في وصفاتي. أنا اليوم كملت معاكم، إن شاء الله نتلاقوا الحلقة الجاية، ومن هنا لعند ما نشوفوكم كونوا بخير.